ما قرب انتهاء المهلة التي حددها الحرس الثوري الإيراني لنزع سلاح المعارضة الإيرانية في شمالي العراق؟ هل نتوقع أن يشن أو يقوم الحرس الثوري الإيراني بحرب أو هجوم على شمالي العراق، أم أنه لن يجرؤ على خطوة كهذا ويدرك التداعيات المحتملة لهذه الخطوة؟ هذا التهديد ليس هو التهديد الأول وليس هو الانعطاف الأول في العلاقات السياسية والأمنية العراقية الإيرانية. سبق هذا ما قام به وأعلنه رئيس أركان الجيش الإيراني في تموز من هذا العام بأنه على استعداد القيام بهجوم واسع إلى يستهدف الأراضي العراقية إذا لم تقوم الحكومة العراقية بمعالجة موضوع المعارضة الكردية الإيرانية. الموضوع يتعلق بالعلاقات الدولية، نحن نتكلم هنا عن بلد لديه سيادة ولديه أمن قومي ولديه قوات أمنية ولديه قوات عسكرية ويمتلك علاقة مع إيران، علاقة وثيقة ونعلمها جيدا، وهناك أيضا اتفاق أمني مشترك وقع في هذا العام من آذار بين العراق وإيران لمعالجة هذه المسألة، ولكن الإيرانيون يسعون دائما إلى تحقيق أهدافهم. يعني عندما نرى هذه التهديدات إنها تبتعد عن أصول العلاقات السياسية في وما يتضمنه القانون الدولي والعلاقات التي تسعى إليها منظمة الأمم المتحدة، ولكن هذا بعيدا عن المشروع الإيراني الذي يستهدف في هذه الحالة أمن العراق، يستهدف زيادة نفوذه وتسلطه على كثير من القرارات التي تتعلق بالشأن الداخلي وبالمشهد العراقي. هذا الموضوع يعني الآن عندما نتكلم عن تهديد مباشر، الآن إيران تهدد العراق تهديدا إذا لم تفعل ذلك فسأقوم بعملية عسكرية كاملة، وهذا ليس غريب، سبق للإيرانيون أن قاموا بعملية عسكرية كبيرة أيضا قبل في العام الماضي واستهدفت أيضا مقرات المعارضة الإيرانية الكردية، واستخدمت بها أسلحة ليست أسلحة متوسطة أو خفيفة، وإنما استخدمت فيها الطائرات المسيرة بعشرات الطائرات المسيرة وكذلك أكثر من 70 صاروخ أرض جو. هنا ماذا أوقعت؟ أوقعت خسائر في المباني والمساكن للقرى آمنة للمواطنين، ذهب ضحيته أكثر من 20 مواطن بينهما نساء وأطفال، ولم تحقق هذه العملية إلا أكثر من 11 إلى 13 عنصر أو من عناصر أو قيادي الأحزاب الكردية المعارضة. هذا ليس قانونا دوليا، هنا عملية استمكان وتمكن وتمدد ونفوذ خارجي تمثله ويمثله المشروع الإيراني الأمني الذي يسعى إلى الهيمنة والسيطرة على مقدرات الأمور في العراق.